تحت شعار الجمارك في خدمة سلسلة إمدادات مستدامة، تحتفل الأسرة الجمركية بمقرها بميناء نواكشوط المستقل باليوم الدولي للجمارك على غرار نظيراتها في دول العالم. وقائع الحفل تميزت باستعراض لوحدات من الجمارك على أنغام الموسيقى العسكرية تحت إشراف وزير المالية السيد محمد لمين ولد ذهبي، صحبة المدير العام للجمارك اللواء الداهل المامي، وذلك قبل تبادل التحايا مع كبار ضباط الجمارك الوطنية. وبعد مراسيم السلام وقف الحضور إجلالا وتقديرا لرفع العلم الوطني. وبمقر الجمارك المركزي تحدث وزير المالية بحضور المدير العام وكبار الموظفين بالقطاع عن جهود قطاع المالية المبذولة للرفع من قدرات الجمارك الوطنية. لقد عمل قطاع المالية خلال الفترة الأخيرة على الرفع من قدرات قطاع الجمارك من خلال الاكتتاب والتكوين وتشييد وترميم المباني واقتناء التجهيزات وتسريع وتبسيط الإجراءات، وسيتم ابتداء من هذه السنة اعتماد مخالصة رقمية تعتبر خطوة هامة على طريق الدفع الإلكتروني. وقد تكللت تلك الجهود بتحصيل 212 مليار أوقية رغم ظرف غير مبات تميز بتراجع المبادلات التجارية العالمية بفعل الجائحة. تلك الجائحة التي لم يسلم منها حفلنا هذا، حيث حالت دون توجيه الدعوة لجمهور عريض دأب على مشاركتنا أفراح هذا الحفل على مدى السنوات الماضية، وعليه فإننا نلتمس المعذرة من الجميع، ونتطلع في الفترة القادمة إلى تطوير منظومة تسيير المالية العامة عن طريق تطوير أدوات تحضير الميزانية وربطها ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية وتعزيز استقلالية المسيرين وعصرنة ورقمنة المالية العامة وإدخال أدوات التحليل والموافقة الضريبية عبر شراكة ضريبية قوامها الثقة المتبادلة وتبادل المعلومات، وإصدار أذون الخزانة متوسطة الأجل وطويلة الأجل بسعر هامشي محين، وإلغاء الطابع المادي لإيصالات الخزينة كجزء من استراتيجية شاملة لتحديث وسائل الدفع ومتابعة الإصلاحات لتطبيق المحاسبة العمومية على أساس الحقوق والالتزامات إلى غير ذلك من الإصلاحات. وهنأ وزير المالية الأسرة الجمركية بعيدها منوها بما تحقق من مكاسب، ومطالبا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الآمال المنشودة والمنتظرة من عمل هذا القطاع.